اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا تعلن يوم السبت عن اللوائح الانتخابية على عموم التراب الموريتاني، وتمهل المواطنين 3 أيام للإدلاء بملاحظاتهم عبر فروعها المنتشرة بمختلف مقاطعات الوطن. ويرى مواطنون أن المعيار في الحكم على هذه المهلة ليست مدتها الزمنية بل كفاءة ممثل اللجنة الانتخابية. اللائحة الانتخابية اللي خلصت أمس والأيام المعطية لها 3 أيام اللي تعود لجنة محكمة قد تضبط اللائحة في الإحصاء الإداري محكم 3 أيام قد يكفيها اللي تعود الناس الحاصية الناس اللي شارفة على الإحصاء عودوا ما هم تقنيين ولا هم ما عندهم الكفاءة الكلية هاي الأيام نعطاهم غير كافية. ويرى آخرون أن اللائحة الانتخابية ما هي إلا تحدي من جملة من التحديات التي تواجهها الانتخابات المقبلة، ويبرزون من بينها تحدي تعاون الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة. أنا بعد أرى أن أبرز التحديات هي لائحة التسجيل. رأس تحدياتها من قضية تعاون الأحزاب السياسية المعارضة والموالاة. ولا يمثل صدور اللائحة الانتخابية أهمية كبرى بالنسبة لعدد من المواطنين خاصة الناشطين في حملات سياسية سابقة بسبب إحباط من نسيان أغلبية المترشحين وعودهم الانتخابية بسبب تحولهم من الأوساط الفقيرة إلى عداد الأغنياء يضيف البعض. موريتانيا فيها الحمد لله الفقراء سمعت ولا لا يشكدوا على القلة الأقنية وحد ما يقارش ابن لا اللي قاعد في الحكم يجي ينضاف الأقنية ويبقى الفقراء قاعد لا كانوا يعيطوا قاعد سمعت وفترنا بين المشاكل الناس جابرين في فائدة والله عندنا في والله عند والله والله جبار ما يبقى حد ناس كاملة دور تقدم بطاقاتها اليوم الموريتانية لا أنت تدفع مع واحد يقطعك وظهر لا عند مين قاعد على الكرسي يصطلع معك أنت ما تلي خليك تستقبل معاه ولا تلي خليك تجي وهاي رواية حقيقة ثقيلة في المجتمع الموريتاني هوماتية اللي لقاه هوماتيات تقلت تدفع مع رقاه ياك تحصل النتيجة عند مين تدفع مع واحد إلا يكتلك. وتمهد اللائحة الانتخابية المتمخضة عن الإحصاء الانتخابي المنظم شهري يونيو ويوليو الماضيين للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المرتقبة فاتح الشهر المقبل، وقد ناهزت هذه اللائحة 1,400,000 ناخب يتنافس على أصواتهم نحو 100 حزب سياسي.